مرحبا، اليوم رح فرجيكم شو جهزت للفطور. بدي منكم ما تهملوا هم لما تقولوا بدنا نفوت على المطبخ نعمل الفطور، اسهل منه ما في. ممكن تجهزيه باسرع ما يمكن طبعا من غير طبخه رئيسيه، نحن ما بنعمل طبخه رئيسيه على الفطور. فانا حضرت هون المعجنات، جبنه ولحمه، حضرت خليط الجيمات، حضرت شوربه العدس، حضرت الفتوش والخبز طبعا بالاضافه للعصيرات، سمبوسه قررت ما اعمل اليوم قلت ما في عجين. وبس جهز الطاوله وبفرجيكم اياها كيف جهزتها وكيف عملتها. ما اخذت مني اكثر من ساعتين بالمطبخ تقريبا. بديت هلا بقلي العجين وبعمل القهوه العربي. انا بحب اعملها بسخانه مثل هيك لاطلع باللون، عارفه قديش بدي احط المقادير. وهيك بعد ما قلبتهم شوفوا لونهم شو حلو. العجين كله شغل ايدي طبعا، ما بحب جيب من برا انا. وهيك صارت الطاوله عندنا جاهزه، الجيمات والفتوش، وطبعا انا بحط الخبز فوق الفتوش بس ما بحركه عشان ما يصير مي لحد ما نفطر. شربت العدس، بشاميل بقيت من امبارح مش غلط نحط طبق منها، صاروا يتخانقوا عليها قد ما حبوها. وهون العجين، الجبنه واللحمه والعصيرات. طبعا انا بحط كبيت العصير ناقصة عشان يزيدوا لها تريش. وهون القهوة العربية. هذا كان الفيديو، فرجيكم كيف انا بفطر كل يوم تقريبا. ويعطيكم العافية على المشاهدة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب. الله معكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.